إذن مشاهدينا، حول الأصوات التي تنادي برحيل محافظ تعز نستضيف معنا الصحفي عبد الرحمن الشوافي. سيد عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك. هنالك مخاوف من أن تؤدي الأوضاع الحالية في تعز إلى انحراف البوصلة، كيف تقيم أنت الوضع الحالي في تعز؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. في الحقيقة الوضع الحالي إذا أردنا تقييمه ننظر إلى صورة الإدارة الفعلية لتعز. لدينا للأسف محافظ غائب عن المشهد، وبالتالي فإن مشكلة تعز هي مشكلة في الرأس وليست في الجسد إن جاز التعبير. يعني لك أن تتخيلي أن محافظ منذ تعيينه قرابة يعني 3 سنوات، الفترة الفعلية لتواجده في المحافظة لا تزيد عن 5 أشهر أو 4 أشهر. وبالتالي هذا الغياب المتكرر عن المشهد فاقم الأزمة في تعز، خلق اختلالات أمنية، اختلالات عسكرية، اختلالات صحية، بنظر إلى أن المحافظ طبعا هو رئيس اللجنة الأمنية، وبالتالي معظم المشاكل التي تعيشها محافظة تعز مبنية على سبب رئيسي وهو غياب المحافظ عن المشهد. للأسف لدينا يعني نخبة نستطيع أن نقول أنها لم تكن عند قدر المسؤولية، ولدينا محافظ كما ذكرت غائب عن المشهد، وبالتالي تعيش تعز هذه المشاكل المتفاقمة سواء في الجانب الأمني أو في الجانب الإداري. نعم، العديد من المستويات الشعبية وربما أصوات صحفية في تعز تحمل المحافظ مسؤولية تردي الأوضاع في تعز، لكن هل تظن أن مجيء محافظ جديد إلى السلطة أو رجوع ربما المحافظ إلى تعز قد يحل هذه المشاكل؟ أنا باعتقادي أن نبيل شمسان لم يعد صالحا للمحافظة تماما، لم يعد صالح كمحافظ، يعني في عهده يعني تردت الأوضاع كليا في مختلف المجالات، وبالتالي مسألة استبعاده هي أمر واجب حاليا بغض النظر عن قدرة المحافظ الجديد على إدارة الوضع وعدم قدرته، لكن نبيل شمسان أسوأ مسؤول باعتقادي مر على هذه المحافظة، وافشل مسؤول وافشل محافظ ترأس محافظة تعز، لم يكن عند قدر المسؤولية ولم يكن محافظا بحجم هذه المحافظة التي قدمت الكثير من التضحيات والتي كان لها دورا بارز، والتي كان يفترض ان تكون نموذجا للامن والاستقرار، نموذجا للتنمية. الفساد تفشى في مختلف القطاعات، مختلف مكاتب الدولة. هذا المحافظ الذي كان يفترض أن تكون أولى أولوياته هو الجانب الأمني وفك الحصار عن المحافظة، أصبحت هذه من الهوامش في عهده، وبالتالي رحيل المحافظ بات أولوية باعتقادي. على إذا كان يعني هناك قرار لمحافظ جديد للمحافظة، فأعتقد أن يأخذ التجربة من الإدارة الفاشلة لنبيل شمسان، وأن يعمل على الملفات الرئيسية، فك الحصار عن المدينة، الاهتمام بمعالجة القضايا الرئيسية، قضايا الأمن، إعادة مرتبات الجيش الوطني، قضايا التحرير، هذه قضايا رئيسية لا يفترض أن تغفل ولا يفترض أن تصبح هامشا إذا أردنا أن يعود الوضع لتعز، أن يعود وضع تعز إلى يعني الوضع الطبيعي. نعم، سؤال أخير، يعني في حال استمر الوضع في تعز على ما هو عليه أو في حال تفاقمت الأوضاع وخرجت عن السيطرة، ما هي السيناريوهات المتوقعة للوضع في تعز عموما؟ ما نشهده حاليا هو يعني سيناريو من السيناريوهات التي تحدث في ظل فشل الإداري في محافظة تعز، يعني غياب الأمن، هذه الحوادث التي يفعلها بعض المحسوبين على الجيش والأمن، هذه إحدى السيناريوهات التي يراد لتعز أن تدخلها، وللأسف بسبب الإدارة السيئة حدثت وتتكرر دائما. وبالتالي يعني إعادة الوضع إلى طبيعته إذا كان هناك يعني من قرار بمحافظ جديد للمحافظة هو الأمر الصائب باعتقادي، حتى لا تدخل المحافظة في مزيد من الانفلات الأمني، في مزيد من الكوارث، وحتى يستقيم الأمر في هذه المحافظة التي عانت كثيرا منذ سنوات بسبب الحصار والحرب وبسبب المحافظين الفاشلين المتعاقبين على كرسي المحافظة الذين لم يستطيعوا أن يكونوا على مستوى الهم الوطني في تعز. نعم، صحفي عبد الرحمن الشوافي، شكرا جزيلا لك.